أشاد الفريق والركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالدور الذي ظل يطلع به الاتحاد الإفريقي في دعم السلم والاستقرار في دول القارة عامة والسودان بصفة خاصة. وشدد سيادته لدى لقائه بوفد مفوضية الاتحاد الإفريقي برئاسة رئيس المفوضية السيد موسى فكي بحضور السيد بانغولي أدوي مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن والسيد محمد الحسن واللباد مدير ديوان المفوضية والسفير محمد بالعيش الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي لدى السودان. شدد على الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة الراهنة في السودان، وقدم سيادته للوفد الزائر رؤية الحكومة لحل الأزمة الراهنة وفق 4 محاور تشمل إطلاق عملية حوار شامل يضم جميع القوى السياسية والاجتماعية بالبلاد دون استثناء عدا حزب المؤتمر الوطني، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة لقيادة متوقي الفترة الانتقالية، وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب متغيرات مشهد البلاد السياسي، والتأكيد على قيام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية. في إطار الإجراءات الراتبة التي تتم طبقا لقوانين ولوائح القوات المسلحة، أصدر السيد الفريق والركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالية القائد العام للقوات المسلحة عددا من القرارات تم بموجبها ترقية الضباط من رتبة العقيد فما دون إلى الرتبة الأعلى وإحالة آخرين للتعاقد أو للتقاعد بالمعاش. يأتي هذا الإجراء الراتب سنوية للمحافظة على التدرج الوظيفي والتسلسل الهرمي بالقوات المسلحة. وجه الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالبدء الفوري في حصر وتسجيل جميع اللاجئين الموجودين بالبلاد ومراجعة المعسكرات وتفعيل الإجراءات القانونية والشرطية على حدود البلاد. واستمع نائب الرئيس خلال اجتماع مع وزير الداخلية المكلف المدير العام لقوات الشرطة الفريق وشرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر بحضور معتمد شؤون اللاجئين السيد موسى علي عطرون إلى سير عمل معتمدي شؤون اللاجئين خلال الفترة الماضية والخطط والبرامج المستقبلية. وأكد معتمد اللاجئين أنه قام بتنوير نائب رئيس المجلس بكافة الإجراءات المتعلقة باللاجئين في السودان لا سيما برنامج التسجيل والحصر بالتضامن مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرا إلى أنهم حسب الموجهات الجديدة سيقومون بتسريع وتيرة عمليات التسجيل بالتركيز على الولايات الشرقية. أكد الأستاذ أطيب محمد الشيخ والي ولاية الخرطوم المكلف على ضرورة قيام المجالس التشريعية المحلية باعتبارها أجهزة مهمة لرقابة الجهاز التنفيذي وإعادة الثقة في الحكم المحلي، وطالب لدى زيارته لمحلية مبدا واجتماعه مع مجلس حكومة المحلية برئاسة الأستاذ إبراهيم عبد الغني حامد المدير التنفيذي، طالب بضرورة أن تؤدي المحليات مهامها على الوجه الأكمل في حفظ الأمن بالتنسيق مع الأجهزة النظامية والعمل مع حكومة الولاية لحل القضايا المتعلقة بالنظافة، مؤكدا دعم الولاية للجهود المحلية في مجالات النظافة وضبط مخالفات الشارع ومعالجة القضايا المرتبطة بالتعليم بسد النقص في الإجلاس والكتاب والمعلم، مطالبا باستصحاب المجتمع والشباب في كل هذه القضايا. رياضيا، تسلم الهلال موافقة السلطات الصحية بولاية الخرطوم على دخول 15,000 مشجع لاستاد النادي، وذلك لحضور مواجهة الهلال مع ضيف الأهلي المصري في 18 فبراير الجاري ضمن الجولة الثانية من دوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا وفق شروط محددة ومشددة، خصوصا التباعد داخل الاستاد وارتداء الكمامات وعدم بيع التذاكر قرب الملعب مع توفير المعقمات الطبية على أبواب الاستاد. وستتولى وزارة الصحة الرقابة على التدابير الصحية. هذا ورفعت لجنة تسيير النادي موافقة السلطات الصحية السودانية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم انتظارا لموافقته. أخيرا، قرر الجهاز الفني للهلال بقيادة البرتغالي جواو موتا خوض مباراة ودية استعدادا لمواجهة الأهلي المصري يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وطلب موتا خوض مباراة ودية مع فريق الشباب بالنادي بعد منتصف نهار غد الثلاثاء على استاد الهلال. وأعلن الهلال إغلاق تدريبات الفريق الأول ابتداء من اليوم، حيث يفضل الجهاز الفني أدائها بعيدا عن الأنظار، فيما ستفتح الأبواب أمام الأنصار خلال الحصة التدريبية الختامية
يوم الخميس المقبل. وصلنا بكم إلى ختام عرض العاشرة الإخباري، عودة إلى الزميلة أمل خليل لمواصلة ما تبقى من الموج الأزرق. مرحبا أمل.